صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 42 لسنه 2020 بتعيينات ونقل في وزاره المواصلات والاتصالات جاء فيه الماده الاولى يعين المهندس سامي عبد الله احمد بهزاع وكيلا للوزاره للنقل البري والبريد في وزاره المواصلات والاتصالات الماده الثانيه ينقل السيد حسين احمد راشد آل شعيل الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وامن الطيران في وزارة المواصلات والاتصالات ليكون وكيلًا مساعدا للملاحة الجوية وخدمات الارصاد الجوية في ذات الوزارة. المادة الثالثة تعين السيدة ابتسام محمد خليفة الشملان وكيلًا مساعدا للنقل الجوي وسلامة وامن الطيران في وزارة المواصلات والاتصالات.